تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معرض التوظيف في القطاع الهندسي للإناث، وذلك تماشيا مع احتفاء المجلس الأعلى للمرأة بالمرأة البحرينية في المجال الهندسي لهذا العام. في إطار الاهتمام المتزايد لدعم وتمكين المرأة البحرينية اقتصادياً في مختلف قطاعات الإنتاج، يأتي افتتاح معرض التوظيف في القطاع الهندسي للإناث الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة كأحد المبادرات الرامية إلى تكثيف وتسريع آليات التوظيف في القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع احتفاء المجلس في هذا العام بالمرأة البحرينية في المجال الهندسي. عرضنا اليوم 170 وظيفة شاغرة للمهندسات البحرينيات بمختلف التخصصات الهندسية. عندنا ما يعادل في حدود 260 سيدة أو امرأة لا تعمل، والوظائف اليوم متاحة في هذا المعرض، ونقوم إن شاء الله في ختام هذا المعرض بإتمام إجراءات التوظيف. هذه المعارض النوعية تعكس مدى متقدم من الخدمة التي تقدمها الوزارة، وهي التوظيف النوعي في كل تخصص على حدة، وإن شاء الله إحنا مستمرين فيه. شاركت في المعرض المؤسسات العاملة في القطاع الهندسي بوظائف شاغرة خصصت للإناث المهندسات، إلى جانب البرامج التدريبية الاحترافية لتعزيز استقطاب المرأة البحرينية في الوظائف الإدارية والفنية بالقطاع الهندسي. سلطنا الأضواء على مساهمات المرأة المهندسة والتخصصات الهندسية، وظهرت بعض التحديات من ضمنها أن المرأة المهندسة أحياناً ما تلقى الوظيفة المناسبة، فصار التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن احنا نهتم الآن بعد ما درسنا أوضاع المهندسات أن نسوي معرض متخصص للمرأة المهندسة، بحيث أن نعرض عليها الشواغر الموجودة والرواتب المقدمة من هذه الشركات. إن هذا المعرض التوظيفي يشكل رافداً وقناة مهمة لتسريع عملية التوظيف وإدماج المواطنات البحرينيات في عملية التنمية الشاملة، فهذه المعارض تضع المعالجات الأنسب لأي عائق قد يقف أمام حركة توظيف البحرينيات في سوق العمل. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.